نهتم بالناشئات عندنا، ناشئات كرة السلة وبطولات كثيرة واستعداد لموسم برضو قوي وشاق لفريق الكرة أو ناشئات كرة السلة. خلينا نخرج لتقرير مع كابتن سيد صابر مدير قطاع الناشئات في النادي الأهلي، هنشوف بيستعد للموسم ازاي وترجعوا لنا مرة تانية. طبعا بدينا الموسم بتاعنا من اول شهر 6، وكنا عاملين جزء لتجهيز الفرق للانتقاء للفرق، وخلصنا الانتقاء دوت تقريبا على اول شهر 8، وتم استبعاد العناصر الغير مناسبه للفرق. بعد كده الفرق ابتدت تستعد علشان دخول الموسم، واحنا هنبتدي الموسم بتاعنا من بكره ان شاء الله، وكل الفرق جاهزه ان شاء الله لتعيين كل بطولات النادي الاهلي. والله احنا اتكلمنا مع المدربين من اول الموسم ان كل مرحله سنيه ليها شغل معين، يعني المراحل الصغيره بنهتم بالشغل المهاري علشان ننمي المهارات بتاعه الولاد، وكل ما الفرقه بتكبر بنبتدي ندخل الشغل التكتيكي مع الشغل المهاري عشان يبقى في استعدادات للفرقه اللي هنلعبها ان شاء الله. ويعني كنا حاطين حاجات وجداول للمدربين يمشوا عليها وماشيين عليها بطريقه جيده جدا، ووصلنا لمراحل متقدمه جدا منها ان شاء الله. والله بالنسبه لقطاع الناشئات في النادي الاهلي، كره السله بتتميز ان المنافسه فيها عاليه جدا زي الدرجه الاولى بالظبط، في عدد كبير من الفرق بيمتلك عناصر جيده وفرق جيده، يعني دايما بيبقى في المنافسه 4 5 فرق. يعني في القاهره في قدامنا في نادي الزور ونادي الشمس، بالنسبه على مستوى الجمهوريه بيبقى في قدامنا نادي سموحه، نادي الصيد ونادي سبورتنج، فالمنافسه قويه، بس احنا قادرين ان شاء الله على تحقيق البطولات ان شاء الله السنه دي. والله اول حاجه بتتكلم معاها مع اللعيبه الصغيره في النادي الاهلي ان انت تحسسهم بقيمه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي ما عندوش مركز تاني، لازم مركز اول، ولازم الانطباع دوت يتغرس في الاولاد والبنات من صغرهم على هذا الاساس. والحمد لله احنا وصلنا في المرحله دي كتير، وان الناس طبعا تعرف في سن الصغار دوت بيبقى الاولاد بيحاولوا يشتغلوا فردي ويزوروا نفسهم، بنحاول نداوب الحته ديت ان هم يبقى فيه اللعب الجماعي كله، لكن القيمه الاساسيه هي ان النادي الاهلي دايما بيبقى نمره واحد، وده اللي بنحطه فيهم. الحمد لله هو القطاع عندنا مليان باللعيبه، وعلى مدار الثلاث اربع سنين الجايين ده على الاقل كل سنه هتلاقي في 2 لعيبه ممكن يلعبوا معانا درجه اولى 3، ودي النادي الاهلي طول عمره في قطاع السيدات بيعمل الكلام دوت كتير، يعني الفتره اللي فاتت يمكن قلت شويه، لكن احنا بنشتغل عليها تاني ان احنا نعتمد على اولادنا ان احنا هم دول اللي يشيلونا بعد كده في الدرجه الاولى. انا بقول لهم يا بنات ثقوا في نفسكم، انتوا فرقه النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما بيلعبش غير على البطوله، ولازم تكونوا عند قد المسؤوليه ديت ان شاء الله.